قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة تفقدية اليوم إلى مجمع السلمانية الطبي في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التطويرية في المجمع، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. وخلال زيارته التفقدية اطلع رئيس المجلس الأعلى للصحة على مستجدات مشروع المختبر المركزي الجديد بمجمع السلمانية الطبي، والذي تم تطويره وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات الأولى من نوعها بمنطقة الخليج العربي. ومن أبرز ما يتميز به المختبر المركزي هو قدرته على إنجاز أكثر من 12 ألف عينة في الساعة الواحدة بمعدل زيادة بلغ 69% عن أجهزة المختبر الحالية، كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين 50% عن الوضع الحالي، كما ويساهم النظام الإلكتروني الجديد في سرعة استقبال وتحليل العينات بوقت قياسي ليخدم مرتادي مجمع السلمانية والمؤسسات والمستشفيات الصحية الخاصة. كما اطلع معاليه على عدد من المشاريع التطويرية الأخرى بالمجمع، والتي من شأنها تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة فيه وفقا لأعلى المستويات. الحقيقة احنا نبتدي نحتفل اليوم يعني او نشاهد الحقيقة تشغيل المختبر الجديد للسلمانية. هو مختبر جديد يغطي كل محتاجات السلمانية والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية الأخرى، والنتيجة انه يعني السرعة أكثر والدقة أكثر والنوعية النتائج أحسن أكثر والتكلفة أقل في هالمجال. في الحقيقة السلمانية حققت إنجاز كبير في هذا المختبر، اللي هو يعني نعتبر نوعيا من أحسن المختبرات في إن كان ما كان في العالم في المنطقة.